خادم الحرمين الشريفين يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في اليابان بالبعثة التعليمية. الأمير خالد الفيصل يلتقي طلاب جامعة الملك عبد العزيز في لقاء مفتوح. تعيين 330 معلما ومعلمة على المستوى السادس. 26 مبدعا ومبدعة من أبناء الوطن يحصدون جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. التعليم توقع مذكرة تفاهم مع جامعة المجمع للاستفادة من خدمات وحدة متابعة التقلبات الجوية والوحدة الرقمية، وتنفي وجود أي نظام جديد حول مكافآت طلاب الجامعات.